تفاصيل أكثر عن هذا التحرك، تفاصيل أكثر عن هذا المقال معي مباشرة عبر تطبيق زوم ناشر موقع الكلمة أونلاين سيمو أبو فاضل. صباح الخير أستاذ سيمو. صباح الخير لك وللمشاهدين. تحدثت اليوم في المقال الخاص في الكلمة أونلاين عن تحرك جديد للقطري وقطر تحديدا طبعا بعد زيارته الأخيرة، تفاصيل أكثر أولا عن هذا التحرك. مفرد القطري سيستكمل جولته بعد يعني مع بداية الشهر، مفترض 2 أو 3 شهر يحضر إلى لبنان طبعا، مع يعني سيقوم بجولة مع السفير القطري في لبنان. بدأ منذ اليوم يحددوا مواعيد لعدة قوى سياسية للقاء معه والاجتماع معه. نعم. إلا أنه اليوم الحركة الجديدة للمفرد القطري هي أنه يكون متقدمين بهذا النقاش مع القوى السياسية، مش يكون الموضوع بعملية رفض يعني لمرشح أو بقاء مثلا قوى المعارضة على مرشح ما بتقدر تعمل فيه أي خرق، يعني أو الثنائي متمسك بالترشيح الفرنجي. لذلك بدأ الكلام يعني لمواكبة هذا التحرك بعد ما اجت اشارات انه ضرورة التعاطي مع هذا الموضوع بجدية وعملانية، لان الوضع بالبلد ما بقى يتحمل انهيارات عم تصيب كل المؤسسات. بدأت تصير تحضيرات لملاقاته بعدة اسماء تا يكون في يعني اسراف في بث الموضوع. نعم، تحدثت بمقالك عن بعض الأسماء، ما هي الأسماء التي من الممكن أن تكون مطروحة في الورقة، وهل من الممكن أن يكون اجتماع برعاية قطرية، اجتماع للمعارضة نوعا ما؟ يعني قبل شوي قريت سمعت حضرتك عم تذيع لزميل الخطيب أنه بتبين أدار عندهم مرشح هو الأستاذ أمين الرحمي في حال يعني تم التراجع عن الأستاذ سليمان الفرنجي. اليوم عند هذا الفريق عم يطرح اسماء انه مسودت اسماء شفهية عم يتداول فيها، انه تبدا انه في قائد الجيش اللي بشكل اجماع وطني على شخصه ومطمئن كل القوى، في نائب نعمة فريم اللي عنده خطاب معتدل وعنده يعني خبره اقتصاديه لمواكبه مرحله، في الاستاذ صلاح حنين اللي كمان انه هو يشكل يعني طمأنه لعده قوى وغير يعني غير مثل ما بيقولوا يعني استفزازي. انه بدات تحصر الاسماء من باب التعاطي بعملي بواقع عملي، بس هذا الكلام هو موضوع ناقش مع عده مجموعات، كل مجموعه عم تطرح فكره بعد ما وحدون يعني عم كل واحد بقول له هذا الاسم بقول هذاك اسم اخر، الا انه رايحين يعني في فكره اساسيه انه ما يكون في مجموعه اسماء 5 و6 و7 و8، قال له اللائحه اللي قدمها الاستاذ وليد جملاط انه بنعدل فيها باسم جهات اصغر باعتبار انه كان في خطوف ومعطيات لم تحكي الى تحليله، انه ما بدنا نروح على اسماء يعني كبيره يعني ما بنوسع الاسماء لنقدر نتعاطى بجديه مع المفرد القطري وينقل هذا الموضوع للفريق الاخر وندخل بمرحله عمليه لانتخاب رئيس ويعني تكميل النظام اللبناني مع حكومه واعضاء ويعني وغير مسؤولين. نعم، يعني هذه القائمه او هذه الورقه ستشمل فقط أو ماكسيموم 3 أسماء. لا ممكن ينضاف عليها، أنا عم بحكي من وقائع سمعتها من عدة فرقاء. نعم. إنه معتبرين إنه هذه القوى يعني هيدي الأسماء اللي عم تتبادل يعني يتم التبادل فيما بينها أو حولها. نعم. يمكن يضيفوا هلا أو بعد بكرة يضيفوا أسماء، بس لحد هلا أني عم ينحكى بصيغة واضحة إنه تم نعمل يعني بدنا نروح على واقع جد. عملنا انتخابات، ترشحنا السيد ميشيل معوض، لا طبعا تقول انه عندنا مرشح للمواجهه، هلا بدنا ننقل للواقع للتماهي مع المجتمع الدولي اللي عم بيطالب بتسويه وتفاهم، بده يكون هذا الفريق المعارض مع تغييريين مع مستقلين مع جملات انه الرائد في مجال ملاقات التحرك الدولي بالمواصفات السعوديه يعني الدوليه لا انتاج تسويه، يعني الهدف منها اظهار حسن النيه يعني جدي عملي. استاذ سيمو تحدثت في يعني في مقالك وايضا الان عن اسم جهاد أزعور، نقدر نقول يعني انتر بارانتيز سقط اسم جهاد أزعور بالنسبه الى المعارضات؟ خليني اقول لك انه انا بهذا الموضوع كثير يعني كلام حساس، لانه ما بدي يعني الكلام اليوم عم بينعكس كثير احيانا نفسيا على المرشح بالوضع انه اي شخص مش قادر هو يوصل يعني مرشح، صح، لانه في ظروف بينت انه ادت الى يعني وجود عقبات امامه،
بين انه مثلا يعني حماسه فؤاد السنوره له تراجع حزب الله عنه عن دعمه، عتب سليمان الفرنجي لحزب الله انه بوقت انتم طارحيني عم تتفاوضوا مع مرشح اخر من منطقتي، وهذا يشكل يعني كمان انه عدم يعني تقدير لي. في عده نقاط يعني ادت الى هذا الموقف، عدا عن موضح واقع يعني موقف واضح من حزب الله عندما اعتبر انه اجتمع معه وحاول ان يتنصل من ذلك، انه هذا الشخص مع بدايه الطريق يتنصل، فكيف اذا كان رئيسا في المستقبل؟ انا عم بحكي وقائع، مش انا اللي بجيب رئيس، بمعنى انه اذا قلت جهاد الظهور او نعمه فريم او زفعون او صلاح حنين او اي اسم اخر، مش انا اللي بجي فيه، انا عم بحكي وقائع سمعتها من ما يتجاوز 12 شخص بهذا المحور، كلهم عم يتلاقوا على افكار موحده وعم بيقولوا عم يبحثوها مع بعض حتى على صعيد قيادي. نعم. خاصة بعد ما يعني صار في زيارات إلى فرنسا بعد زيارة سامي جميل، وما سمع مباشرة من اندفاع فرنسي إلى لبنان، بعد ما اندفاع فرنسي بدعم سليمان الفرنجي، بعد ما أنه صار في عتاب بين سمير جعجع وبين السفيرة الفرنسية اللي بعد منها حملت أوراقها وراحت عند راحت على باريس تقول في استياء لبناني قوي، كنسي بشعبي مسيحي بالجامعات، يعني من هذا التصرف اللي احنا عم نقدم عليه. لذلك اني اعتبر انه هذا الوقت يجب ان يخدمه يعني على خطوه لاسقاط ترشيح فرنجيه، لانه كانوا هن بالبدايه بحاله تقدم انه هن هاجمين بمرشح اسمه ميشيل معوض او متقدمين، كان الفريق الاخر انه عم بحط ورقه بيضاء كانوا يعيروه بهذا الوقت. اليوم بعد ترشيح سليمان فرنجيه وبروز الموقف الفرنسي صاروا بحالة دفاع، نحن ما عم نلعب هون مصارعة يعني أو بوكس، إلا أنه بالعمل السياسي مطلوب يطوروا موقفهم بتجي نحو هيدا الخطوة. نعم، أستاذ سيمو، بالنسبة إلى الموفد القطري، هل ستختلف هذه الجولة برأيك وبحسب المعلومات اللي استشفيتها ستختلف عن الجولة السابقة؟ يعني من الممكن أن يحمل اسم القطري أقله ليس كالمرة السابقة استطلاع آراء، وخصوصا استطلاع في المرة المقبلة أو الخطوة المقبلة آراء المعارضات؟ الموفد القطري يعني بده يحكي مع القوى، بس على قاعدة أنه القوى تعطيه أسماء جدية ينطلق معها بالتعاطي مع الآخرين وفق قاعدة المعايير السعودية اللي حكي فيها الأمير محمد بن سلمان، المواصفات مع رئيس بايدن مع رئيس ماكرون بالبيان الثلاثي بصدر بأيلول الماضي، فيها المعايير جاية بتنسيق واسع ما عدا التنسيق مع الفرنسي، ما عدا يعني التلاقي مع الفرنسيين، جاي هالمرة على قاعدة يحمل من هالقوى الأسماء ويبلش يحكي مع الاخرين، لانه الوضع بالبلد ما بقى يتحمل، يعني رح ياخذ اسماء من هذا الفريق ومن حزب الله ويبلش يشوف يعمل تقييم انه اخر شيء كيف بدكم تكملوا، يعني في توازن قوى، في 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 توازن نيابي، في عده اسباب. نعم، اخيرا، هل البيان الخارجيه الفرنسيه برايك هو تراجع فعلي او هو تكتيك معين؟ لا، منه تراجع، هو نتيجه قلت لي زياده السفيره الفرنسيه في لبنان تتعاطى مباشره مع الرئيس الفرنسي، وبعد ذهابها الى فرنسا صار في يعني رده فعل خفيه فرنسيه، دوريل اتصل بالنائب سيلفاني جنبلاط وحاول يقنعه مطولا انه يا اخي لازم تعمل خطوه ونحن متمسكين فيه. نعم. الفرنسيين بعضهم عم بيقولوا انه نحن طالما ما في حدا مقابل سليمان الفرنجيه يعني نحن متمسكين فيه، طارحين هالمعادله من باب انه هن حصن على لبنان، بوقت عم بنلاقي هذا الموضوع رده فعل كثير انه هو انحياز لحزب الله وهو يدخل في اطار يعني يعني حسابات فرنسيه اقتصاديه على الساحه اللبنانيه. من هون المبادره هي الموقف الفرنسي هو انكار لواقع عم يستمر وبمتابعته. نعم، أنا بدي أشكرك أستاذ سيمو أبو فاضل ناشر موقع الكلمة أونلاين. مشاهدينا، بهذا نأتي إلى ختام الصحف، فاصل، بعده نتابع الزميلة سمر أبو خليل في الحدث.